يا أخوان والله العظيم حياة الإنسان قصيرة قصيرة قصيرة. لو تسألوا رجل عمره 60 ورجل عمره 20 كيف مضي الحياة؟ كيف مضي عمرك؟ يقول والله مثل المنام، والله العظيم مثل المنام، كأنما دخلت من باب وخرجت من باب. اسمعوا، يقول حسن البصري رحمة الله عليه حياة الإنسان بضع سنين، يعني كم سنة؟ بضع سنين. وصدق الله، وصدق الله جل جلاله كما قال: ويوم تقوم الساعة. طيب ماذا يحصل يا ربي؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون. ماذا يقسم؟ يقسم المجرمون، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. من هؤلاء يا ربي؟ هؤلاء الذين جحدوا الله تبارك وتعالى وقالوا أنا ربكم الأعلى، مثل فرعون وهامان وقارون والمشركون. يقسموا والله ما لبثنا غير ساعة في القبر أو في حياتهم. يا أخوان، إذا الحياة كلها ساعة، فاجعلوها طاعة لرب العالمين. انتبهوا، الموت قريب، الموت قريب والعذاب شديد، وربكم غاضب لمن عصى وربكم رحيم لمن تاب. كل نفس ذائقة الموت، الكبير والصغير والغني والفقير والعزيز والذليل، كل مخلوق على وجه الأرض لا بد أن يرحل إلى الله، ولا يبقى إلا ربنا تبارك وتعالى.